اما السمك اللي بيتقلي وبيكون مقرمش وبعد كده بيطرى، اولا السمك المقلي بلاش تجيب الكبير، الكبير بقى نسبه الميه فيه عاليه جدا، فبعد ما بنقليه شويه كده بتلاقيه ريح بقى وطلع ميه كتير وطري جدا. حاولي تجيبي السمك اللي هو متوسط، الواحده ما تزيدش عن كف الايد، ده احسن سمك. ويفضل كمان اللي هو السمكه لما تيجي تختاري السمك البلطي بالذات في القليه، هاتي السمكه المسحوبه بالطول كده، ما تبقاش مدوره. المسحوبه دي بتبقى سمكه بلطي، بتبقى بلدي وبتديكي نتيجه هايله جدا. وانت بتعملي السمك حطي في خلطة الدقيق شوية نشا، وكمان رشة بسيطة كده من الكركم. الكركم بيديكي لون حلو والنشا بيديكي قرمشة حلوة جدا للكفر بتاع السمكة. حاجة كمان، ان احنا لازم ننزل السمك في زيت سخن جدا، وبعد ما ينزل في الزيت السخن جدا خلي النار متوسطة مش هادية. النار الهادية هتخلي برضو السمك يطرى منك في الزيت، والنار العالية قوي هتسلوقه وتخليه ياخد لون بسرعة، وفي نفس الوقت يبقى من جوه لسه فيه مية ما نشفتش، فبالتالي بعد ما تطلعيه برضو هتنزل المية وهيطرى. يبقى بعد ما ننزل السمك في زيت غزير سخن هنخلي النار متوسطة ونسيبه بقى يتقرمش كده وياخد اللون الذهبي الجميل، ونطلعه على مناديل المطبخ تمتص كل الزيوت الزيادة وتقدميه وبألف هنا وشفا.